تجارب دنيئة اللي ديما كتنتجها السلطات. علاش؟ 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 علاش كتنتجها السلطات؟ لأنهم كيخافوا من الشعب، أن الشعب اليدوى ما يقد عليه حتى واحد. وما كنتش باغي نتطرق لهذا الموضوع، ولكن ملي جاو عند مواطنا دابا ولكن الشعارات وكنشوفوا واش كيقولوا لهم. ها حنايا قدامكم، حنايا ولاد الشعب خارجين اليوم كنقولوا لكم الحقيقة. وهاد الممارسات اللي كيديروها إلا دلت على شيء كدل على أن الصوت ديالنا كيرعبهم، الصوت ديالنا ديال الأمهات ديالنا كيخلعهم. واخا تقاوموا، واخا ديروا اللي درتوا، هاد الشعب هذا غيجي واحد النهار وغادي يتكلم، وغيجي واحد النهار وغادي يخرج وغادي يقول واك واك الحق. ان هادشي بزاف، هادوك الناس اللي كنا كنعرفوهم كيكونوا عايشين شويه تسعينات في الزلميه، ساترهم الله وهادي كثروا عليهم المصاريف وكثروا عليهم. علاش؟ باش يقتلوا ديك الطبقه، دوك الناس شويه، حيت هما باغيين يديروا ميزان في هذا الوطن الجريح. الناس اللي لاباس عليهم اللي هما ما كيعمروا حتى كاره، الكار ما يعمروش. والناس الفقراء، وهاد الفقراء هما حنايا. اذا اجي نرجع هذا الفقراء نزيد نخرج عليهم بمعنى اصح. كيفاش تخرج عليهم؟ بقى عليهم زيادات 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 الى ان يرث الله الارض وما عليها.